بحضور سعاده السيد اسامه بن احمد خلف العصفور وزير التنميه الاجتماعيه ورئيس اللجنه الوطنيه للمسنين نظمت اللجنه فعاليه اليوم العربي لكبار السن وفي كلمة له أكد وزير التنمية الاجتماعية حرص مملكة البحرين على تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لكبار السن وتعزيز الخدمات المقدمة لهم فضلا عن تشجيع البرامج والمبادرات الإنسانية والوطنية الموجهة نحو تحسين جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعله في المجتمع، منوها أن الاحتفال باليوم العربي لكبار السن يأتي تأكيدا على التقدير والعرفان لكل الآباء والأمهات الذين أسهموا في تنمية المجتمع و وتربيه النش وخدمه الوطن واعلاء رايته واشار سعاده الوزير الى التجربه البحرينيه في رعايه كبار السن من خلال تعزيز قدراتهم وتنشيط دورهم الاجتماعي مؤكدا ان الوزاره ستواصل جهودها من خلال اللجنه الوطنيه للمسنين للاستمرار في تقديم افضل الخدمات لهذه الفئه المجتمعيه تقديرا لاسهاماتهم ودورهم في بناء المجتمع